Alors, la deuxième partie, غادي نشوفو ان شاء الله l'activité économique. من مورا ما شفنا في البارتي الاولى شفنا لا ديفينيسيون ديال ليكونومي، شفنا لو بوزوان، شفنا لي دوغري ديالو، شفنا كيفاش كنحقو هادوك لي بوزوان و توت سا. الوغ دابا غادي نشوفو l'activité économique كيفاش كيقوم هاد النشاط الاقتصادي. اولا شنو كنعني بالاكتيفيتي ايكونومي؟ الاكتيفيتي ايكونومي هي هذيك لوبيراسيون، هذيك العمليه اللي كتديني، اللي كتادي بيا انني كنصنع واحد المنتوج، واحد لو برودوي، او لاني انني كندير واحد لا ريباراسيون ديال ان سيرفيس، اولا كن ريبريزونتي كنقدم واحد لو سيرفيس. الوغ لاكتيفيتي ايكونوميك اي لا بروسيسي كو كوندوي ا لا فابريكاسيون دان برودوي ou à la mise d'un disposition à la mise à disposition d'un service. OK. Had l'activité économie, elle fait بزاف ديال الوظائف, elle a plusieurs fonctions, les huma la production. شنو كنعني بلا production؟ الانتاج. الانتاج هو اللي كيعطيني، هو اللي كيخلق ليا لي بيان ou les services, هو اللي كيشكلهم ليا, la création de les biens ou les services. OK. وتعرفنا في البارتي الاولى على الفرق ما بين بيان سيرفيس. فاش كيخلق ليا هاد، فاش كينتج ليا هاد لي بيان سيرفيس، كيعطيني واحد لا ريشيس، كرياسيون ديال لا ريشيس. هاد لا ريشيس كتكون متوزعه ما بين هادوك لي زاجون ايكونوميك اللي غادي نتعرفوا عليهم من بعد. اوكي، عندنا لا دوزيام فونكسيون وهي لا ريبارتيسيون. لا ريبارتيسيون سيتادير توزيع، اللي كنقولوا ليها توزيع. شنو كتعني؟ من بعد ما خلقت انايا هادوك لي بيان ولي سيرفيس، من بعد ما كان عندي دي برودوي، درت لا برودكسيون، الوغ هنا هادوك لي ريفوني اللي جاوني من دوك لا من اللي جاوني من ديك لا برودكسيون غادي يتوزعوا ليا، وتوزعوا ليا اكيد على هادوك لي زاجون ايكونوميك بيان سور، قبل ما يكونوا، قبل ما يتستعملوا. لي ريفوني راه كنستعملوهم فاش؟ في لا كونسوماسيون ou l'investissement. OK, شنو هي لا كونسوماسيون؟ لا كونسوماسيون كتكون متكونه ليا بمجموع لي زاشا اللي كنديرو في حياتنا، بمجموع لي دوموند اللي كنديرو في حياتنا. الاستهلاك هي لا كونسوماسيون. وبالنسبه للانفستيسمون، الاستثمار، كنقدر لو ريفوني ديالي ندي في لا كونسوماسيون كيف ما انني كنقدر نحطو في الانفستيسمون، كنستثمر في شي بروجي، كنشري دي اكسيون ايتترا، alors qu'il est constitué par l'ensemble des biens non consommés. Là, on dit l'ensemble des biens non consommés. يعني هذاك الشيء اللي ما سهلكش كيبقى عندي، ندير بيه واحد l'investissement، واحد الاستثمار. alors دابا من مورا ما عرفنا l'activité économique ou les fonctions ديالها، خاصنا نعرفوا شكون كيقوم لينا بهاد النشاط الاقتصادي، اللي هما بيان سور les agents économiques. يعني الا جينا نعرفوا لي زاجون ايكونوميك، تو سامبلومون هما دوك الاشخاص اللي كيشاركوا ليا في النشاط الاقتصادي، لي بيرسون فيزيك ومورال كي بارتيسيپ ا لاكتيفيتي ايكونوميك. لي هما شكون؟ عندنا لي زونتربريز، المقاولات، لي ميناج اللي هما حنا لي سيتويان، وعندي لي بنك، البنوك، وعندي ليطا، الدوله، اي لو ريست دو موند، يعني ما خارج على لو بي. دونك دابا غادي نطرقوا الان باغ ان في هاد لي زاجون ايكونوميك باش نعرفوا بالضبط شنو هما التعريف ديالهم، ونعرفوا اشنو كيديروا باش نخرجوا فينالمون ا شاك اجون ايكونوميك شنو هي لا فونكسيون برينسيبال ديالو، وشنو هما لي فونكسيون ما بين هاد لي كادر فونكسيون اللي هنا كيقوم بهم شاك اجون ايكونوميك. الوغ نمشيو بدايه مع لي زونتربريز، المقاولات، أولا بما يسمى أيضا بالإنستيتيوسيون نون فينانسيير، الغير المالية. إيطاليان دو برودكسيون إي دو فورماسيون دي ريفوني إي دو رياليزاسيون دو بروفي. المقاولات راه كيكونو واحد المكان اللي الهدف ديالو تحقيق الأرباح، وأنهم الفورماسيون أنهم يديروا واحد الدخل دي ريفوني. هادو هما لي زونتربريز، لي زونتربريز دانون، اونتربريز كونزيومار، اونتربريز بزاف ديال لي زونتربريز كيكون الهدف ديالهم تحقيق الربح. اوكي، غنمشيو لا بروميير فونكسيون اللي هي لا برودكسيون بالنسبه لي زونتربريز. L'entreprise باش تعطيني هاد لا برودكسيون، باش تكري ليا دي بروفي اي دي ريفوني، خاصها واحد لي دو فاكتور لي هما لو ترافاي اي
le capital. Absolument, بالنسبة للكابيتال عندنا دي تيب. عندنا لو كابيتال فيزيك، لو كابيتال هومان اي لو كابيتال فينانسي. بمعنى لو كابيتال فيزيك عندنا فيه واحد دو تيب. عندنا لو كابيتال فيكس فيزيك فيكس وعندنا لو كابيتال فيزيك سيركولون. شنو الفرق ما بيناتهم؟ الفيزيك فيكس هو اون جينيرال فيزيك هو شي حاجه اللي ملموسه. Okay. فيها الفيكس اللي هو اتيليزي ا بليزيور ريبريز يعني شي حاجه اللي كتبقى عندي كتدوم عندي بور لو لون تيرم شي حاجه اللي ماشي ماشي بور يعني ماشي بور ترانسفورمي مي بور لا برودكسيون هي اللي كتساعد على لا برودكسيون مثلا انا لونتربريز ديالي واحد البولونجي اوكي انا غادي نحل واحد البولونجي واحد الباتيسري غادي نحلو غادي ندير لي فاكتور ديالي لو طراي المهم غادي نجيب دي زومبلوي دي سالاري اي توت سا ابري غادي نجيب لو كابيتال ديالي اللي هما لي ماشين اوكي الماشين اللي غتعجن لي فور مثلا الفرن اللي غادي يطيب لي فيتريل اللي غادي نستف فيهم هذاك لي برودوي ديالي هادو كيتسموا ان كابيتال لي فيزيك اللي هو فيكس اوكي غادي نستعملو بور لو لون تيرم لا ماشين غادي نجي نفعل اليوم غادي نجي نفعل غدا لو لون دومان الريفريجيراتور حتى هو لا ميم شوز اوكي يعني بزاف د الحاجات بالنسبه للسيركولون العكس شي حاجه اللي هما ترانسفيرمي شي حاجه اللي كتكون ترانسفيرمي يعني كتحول بحال مثلا لا فارين غادي ندخلها غادي نخرج منها دي بيتي با غادي نخرج منها دي با نخرج منها دي باغيت نخرج منها فهمتي ولا لا اوكي يعني هذا سيركولون ماشي كيبقى عندي بل كيتستعمل نقدروا نكونوا ليهم دي لي كونسوماسيون اللي هما انترميديير هذا هو الفرق ما بين فيكس وسيركولون نمشيو دابا لو كابيتال هومان انا ما يمكنش ليا ندير واحد لونتربريز بلا لو كابيتال هومان اليد العامله لا مان دوفر لي بيرسونيل هاد لي بيرسونيل شنو كنعنيو بهم كيكونوا كنعنيو بهم حيت ما بقيناش كنستعملوا المصطلح ديال اليد العامله ولينا تو سون دي زيكسبيريونس اكوميل يعني كل بيرسونيل راه كيجي ليا بواحد التجربه اللي عنده وبيان سور كيكون عنده دي كاباسيتي لي بروفيسيونيل عنده يعني عنده واحد القدرات المهنيه واحد القدرات على حساب المركز وعلى حساب المقاولين ديالي انا شنو كطلب اوكي بالنسبه لو كابيتال الثالث هو لو كابيتال فينانسي هنا بيان سور خاص الفلوس خاص المال إذن هنايا عندي راس المال كيكون يا اما من لو بروفون ديالي انا داكشي اللي جايب ديالي انا اللي جامع ديالي انا ما فيه لا دي لا شي حاجه ديالي انا اوكي كيكون اصلا ايضا نقدر ناخذ دي بري من لي بنك نقدر نتسلف دي زونبرانت من لي بنك و اوسي كيكونوا لي بينيفيس نون ديستريبيو يعني دوك الارباح اللي انا ما فرقتهمش ما خسرتهمش بل انني خليتهم كوم كوا ان كابيتال بور لونتربريز نمشيو دابا غادي ندويو على لا دوزيام فونكسيون اللي هي لا ديستريبيسيون ولا لا ريبارتيسيون لا ميم شوز هنا لونتربريز المقاوله ديالي كتكون كتكري ليا واحد لا ريشيس يعني كتكون كتزيد ليا واحد القيمه مضافه لا فالور اجوتي الوغ هنا هاد القيمه المضافه وهاد لا ريشيس وصل ريبارتي فين كتفرقهم فين كتوزعهم ليا بيان سور اول حاجه على لي زومبلوي اولا لي سالاري الخدامه اللي عندي في المقاوله باغ لي فيرسمون دي سالير اولا لي شارج سوسيال يعني كنخلص عليهم لا كاس لا سي ان اس اس باغ اكزومبل اي توت سا اوكي ليتا باغ لي امبو لي تاكس كونتر لي انفراستركتور اي لو سيرفيس بيبليك اوكي عندي لي زابورتور دي كابيتو هنا كيكونوا سواء سواء دي بانكيي ولا سواء دي اكسيونير وايضا بالنسبه للانتربريز نفسها ال ميم بور سوتو فينانسي اوكي يعني راه حتى الانتربريز راه غادي تبغي انها دير الفينانس ديالها دون مانيير اوتوماتيك اوكي هنا غادي نمشيو لا دوز لا ثوازيام فونكسيون اللي هي الانفستيسمون فين كتستثمر ديال المقاوله هاد هاد لي بروفي ديالها هنا كتكون الهدف ديالها هو لوغمونطاسيون ديال الكابيتال ديالها يعني انا كيف ما قلت قبيله عندي واحد الباتيسري داس واحد با مال دي زاني وهكا كان عندي شويه الصرف حققت ارباح بغيت نانفيستي داك الارباح اللي عندي
هنا كيكون عندي سواء ان انفستيسمون اللي هو ماتيريال، يعني كنمشي مثلا كنشري ان اوتر باتيسري مثلا، اولا كندير شي محل فيه شي حاجه اخرى. المهم هنا كندير واحد الانفستيسمون اللي هو ماتيريال، ولا كندير واحد الانفستيسمون اللي هو ايماتيريال. نقدر نمشي نشري مثلا دي زاكسيون في شي شركه ولا في شي مقاوله اخرى. اوكي، اذا هنا اون ريزوم لا فونكسيون برينسيبال ديال لونتربريز هي لا برودكسيون. اوكي، هي لا برودكسيون. الى جينا ودوينا على لي ريسورس ديالها، منين كيجيوها لي ريسورس، يعني منين كيجيوها الفلوس، كيجيوها من لي فونت دي بيان اولا من هذاك لو سيرفيس اللي كتقدم. بالنسبه لي ديبونس ديالها عرفنا منين كيجيوها الفلوس، دابا غادي نبغيو نعرفو فين كتخسر هاد الفلوس. في لي بايمون دي سالير، انها كتخلص لي زومبلوي ديالها، وفي لي زاشا دي بيان اي دي سيرفيس انترميديير، يعني داكشي اللي كتحتاج اللي غترونسفيرمي باش انها غادي دير ديك لا برودكسيون دي داك لو بيان ولا ديال داك لو سيرفيس. اوكي، دابا غادي نمشيو لا دوزيام ولا لو دوزيام اجون économique.